أهلا بيكم يا أصدقائي في السلسلة اللي طال انتظارنا لها، وهي سلسلة أسلوبي اللي بنستعرض فيها بعض فصول أشهر كتب الشطرنج على الإطلاق، وهو كتاب أسلوبي لنيمزوفيتش. وإذا أعجبك محتوى هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك، وتذكر شعار هذه القناة: الدراسة العميقة مع المتعة المؤكدة. سلسلة أسلوبي فيديو رقم 17، وده الفيديو الثاني في رحلتنا مع استراتيجية نهاية الدور. من أقوال نيمزوفيتش: بدون تكسير بيادق لن تفتح أعمدة، وبالتالي لن يوجد هجوم. في الفيديو السابق بدأنا بشرح عناصر استراتيجية نهاية الدور، واتكلمنا عن تمركز القطع، وفي هذا الفيديو هنستكمل الكلام عن باقي العناصر وبالذات الموقع الشرس للرخ، وأيضا هنشوف الموقع الشرس لباقي القطع. احتلال الرخ لموقع شرس قد يكون مفيد في مرحلة وسط الدور وبيعطي أفضلية لهذا اللاعب، ولكنه بيتحول إلى ميزة هائلة في مرحلة نهاية الدور، لدرجة أنه بيؤثر في نتيجة الدور وليس فقط بيعطي أحد الميزات. وفي هذا الفيديو هنستعرض بعض الأمثلة وبعض التحليلات والنقاشات والمجادلات بالنسبة للموقع الشرس للرخ، وهنتطرق إلى كيفية معرفة الموقع النشط وكيفية احتلاله، وفي النهاية هنوصل للصيغة اللي وضعها تراش الخاصة بالموقع النشط للرخ، واللي مازال جميع اللاعبين بيتبعوها حتى الآن. لكن إيه هو الموقع الشرس للرخ؟ الموقع الشرس للرخ هو الموقع اللي بيظهر فيه الرخ في أوج نشاطه. فمثلا أمامنا رقعة مقسمة إلى ثلاثة أجزاء. في الجزء الأول بنلاحظ أن الرخ الأبيض أكثر نشاطا كثيرا من الرخ الأسود، لأنه بيهاجم بيدق الـ A7، وبالتالي الرخ الأسود أسير في ركن الرقعة ولا يستطيع مغادرته إلا بعد مغادرة الرخ الأبيض لهذا العمود. وبنلاحظ أن الرخ الأبيض بيتمتع في حرية في التنقل على أكثر من مربع، بينما الرخ الأسود أسير لهذا المربع، وعشان كده بنقول إن الرخ الأبيض بيحتل موقع شرس، ودي بتكون ميزة هائلة في مرحلة نهاية الدور. نفس الطريقة بنجدها في القطاع رقم 2، الرخ الأبيض بيهاجم بيدق الأسود الـ E4، ولذلك الرخ الأسود لا يستطيع مغادرة هذا الصف قبل أن يسمح له الرخ الأبيض بذلك، وبالتالي الرخ الأبيض بيتحكم في الرخ الأسود، ودي ميزة هائلة في مرحلة نهاية الدور. وبنفس الطريقة بنتكلم عن الجزء الثالث، الرخ الأبيض بيهاجم بيدق الـ A5، والرخ الأسود لا يستطيع مغادرة العمود إلا بعد السماح له من الرخ الأبيض، وبالتالي الرخ الأبيض بيحتل موقع شرس. وبالطبع هذا الكلام النظري لابد أن نثبته عمليا، وتعال نشوف الأمثلة التالية. المثال الأول اللي بيشرح معنى الموقع الشرس للرخ. الموقف اللي أمامنا بيماثل تقريبا الموقف في القطاع رقم 3 في المثال النظري اللي شفناه، والرخ الأبيض بيحتل موقع شرس لأنه طالب البيدق A6 الأسود، وبالتالي الرخ الأسود أسير لهذا العمود ولا يستطيع تركه، وإلا الرخ هياخد البيدق وهيرقي البيدق الأبيض وهيفوز بالدور. ولكن اللي زود صعوبة الدور على الأسود هو وجود بيادق أخرى في جناح الملك، ودي اللي هتثبت لنا إن هذه الميزة ميزة عظمى في مرحلة نهاية الدور، لأن الأبيض هيفوز بهذه النهاية بكل بساطة، لأنه هيلعب H4 وسيليها بH5، طالب ياخد على المربع G6، وبالطبع الأسود مقدرش ياخد، وإلا هتتدمر سلسلة البيادق، والأبيض هيلتقط البيادق السوداء بكل بساطة وسهولة، ولذلك الأسود هينتظر حتى يأخذ الأبيض، وبعد H takes G6 الأبيض هيكمل بKing G5، طالب بيدق الG6 بالرخ والملك، والرخ الأسود لا يستطيع تقديم أي عون لأنه ملتزم بحماية بيدق الA6، وبالتالي الأبيض هيفوز بهذا البيدق، وقد يفوز بالبيدق الآخر، ويصبح لديه بيدقين سالكين بيحسموا الدور بكل سهولة وبساطة لصالحه، والفضل كله بيرجع للموقع الشرس للرخ الأبيض.
وكيف تحول إلى قوة عظمى في مرحلة نهاية الدور. ودلوقتي تعال نشوف المثال الثاني للموقع الشرس للرخ. الموقف اللي أمامنا بيشبه كثيرا الموقف السابق، وبالتالي بيشبه الموقف في القطاع الثالث في المثال النظري اللي قلناه. الرخين في جناح الوزير، والرخ الأبيض في موقع شرس بيهاجم بيدق الـ A5، وبالتالي على الرخ الأسود حماية البيدق، ولا يوجد طريقة لحمايته غير من المربع A7، ولكن وجود الرخ على المربع A7 بيزيد من شراسة الرخ الأبيض، لأنه بيجعله حر الحركة، بينما الرخ الأسود أسير لحماية البيدق. إذن الأسود لو لجأ للمربع A7 بيبقى كتب شهادة خسارته لهذا الدور، ولذلك بيلعب بطريقة أخرى وبيبدأ بالنقلة روك B2. أولا بيحتل الصف السابع وبيقيد حركة الملك في ذهابه إلى وسط الرقعة، ولكن ده أمام تركه للبيدق اللي الأبيض بياخده. لكن هنا الأسود بيلعب سعيدا روك A2 ومازال مسيطر على الصف السابع، وكذلك متحكم في البيدق الأبيض. ودلوقتي أصبح الرخ الأبيض هو اللي أسير على هذا العمود، وباللعب الصحيح من الطرفين بينتهي الدور بالتعادل. ودلوقتي وصلنا للمثال رقم 3 اللي بيتكلم عن الموقع الشرس للرخ، ومن خلال هذا المثال هنثبت صيغة طراش اللي وضحها اللاعب العظيم سيجبرت طراش، واللي بتقول إن أفضل موقع للرخ هو وراء البيدق السالك سواء كان معه أو ضده. تعال نشوف هذا المثال. في الموقف اللي أمامنا الأبيض لديه بيدق سالك على العمود A، ودلوقتي عاوزين نشوف لو كانت النقلة للأبيض إيه أفضل مكان يمكن أن يوضع فيه الرخ الأبيض، ثم سنرى إذا كانت النقلة للأسود أي الأمكنة هي أفضل للرخ الأسود. أولا لو كانت النقلة للأبيض، نيمزوفيتش بيقول إن حسب صيغة طراش فإن الأبيض هيلعب روك A3 وهيوضع الرخ وراء البيدق وهيدعم تقدمه إلى مربع الترقية، لأن الأسود لو حاول إيقافه بنقلة زي الروك A8 هيصبح الرخ الأبيض في موقع شرس، بينما الرخ الأسود أسير لمراقبة البيدق، وهتظهر أهمية البيادق في جناح الملك، وإحنا عارفين بالتالي كيف يفوز الأبيض بسهولة. ولكن لو ما كانتش النقلة للأبيض إنما النقلة للأسود، فأيضا لو لعب الروك A8 هتكون نقلة سيئة، لأن الأبيض هيلعب ببساطة روك A3، وهنوصل للموقف اللي حللناه منذ قليل، والأبيض هيستطيع الفوز بكل بساطة وسهولة. إذن النقلة روك A8 دي نقلة سيئة، ونيمزوفيتش بيقول إن أفضل نقلة للأسود في هذا الموقف هو لاعب روك D2 تشيك، وبعد كينج F3 الأسود بيلعب روك A2 والرخ أصبح وراء البيدق، وبالتالي متحكم في تقدمه للأمام، والأبيض مجبر على لعب الروك C4 لحماية البيدق من الصف، وهيصبح الرخ الأسود هو اللي في موقع شرس، بينما الرخ الأبيض أسير لحماية البيدق اللي لن يستطيع التقدم لأي مربع للأمام إلا بكل صعوبة وبمعاونة الملك الذي يجب انتقاله إلى جناح الوزير، وده هيدي مساحة وحرية حركة للملك الأسود اللي هيستطيع أن يناور بكل براعة. وعلى أي حال باللعب الصحيح بين الطرفين الدور ده هينتهي بالتعادل. ونخرج من هذا الموضوع إن أفضل موقع للرخ المدافع هو وراء البيدق السالك زي ما احنا شايفين في هذا المثال، بينما أيضا لو كان البيدق تابع للرخ فإن أفضل موقع للرخ هو أيضا وراء البيدق السالك، وده اللي بنسميه صيغة طراش. ودلوقتي يلا نشوف المثال الأول اللي بيناقش الموقع الشرس لأحد القطع الصغيرة. الكلام اللي بينطبق على الرخ بينطبق أيضا بشكل أو بآخر على القطع الصغيرة. الموقف اللي أمامنا متعادل ماديا، لكن الأبيض له ميزة كبيرة لأنه متقدم للأمام، وفي نفس الوقت الحصان طالب بيدق الـ B6 اللي حميق الأسود بالحصان الآخر،
ولكن الحصان بيعتبر قطعة دفاعية ضعيفة لأنه زي ما احنا عارفين لا يستطيع التحرك من أحد المربعات، وهو ما زال بيدافع عن نفس البيدق أو نفس القطعة اللي كان بيحميها، لأنه بيغير لون المربع من النقلة إلى النقلة التي تليها. وفي الموقف اللي أمامنا الأسود في حالة جوجزفانج كامل، لأن بالطبع الحصان لا يستطيع التحرك، وإلا الأبيض هياخد بيدق البي 6 ويتبقى فقط الملك، إلا لو حاول الذهاب إلى جناح الوزير مثلا بالنقلة كينج دي 7. الأبيض هيلعب ببساطة كينج اف 6 وهيفوز ببيدق الجي 6 ويرقي البيدق ويفوز، بينما لو حاول يتحرك إلى جناح الملك بنقلة زي الكينج اف 7 الأبيض هيفوز فورا بنايت دي 6 بشوكة للحصان والملك، وبعد نايت دي 6 كينج دي 6 الملك الأبيض أصبح حر الحركة في جناح الوزير وهيفوز بالبيدقين وهيرقي البيدق ويفوز بسهولة. أيضا لو ذهب إلى المربع F8 الأبيض هيلعب أيضا كينج F6 وهيفوز ببيدق الجي 6 وهيفوز بالدور، ولذلك إذا كانت النقلة للأسود فإنه هيخسر في كل التفريعات، والسبب الرئيسي إن الحصان الأبيض له موقع شرس بينما الحصان الأسود في موقع دفاعي ضعيف. لكن اللي يحصل لو كان النقلة للأبيض فهو يستطيع الفوز بأكثر من وسيلة، فهو ممكن يلعب نقلة زي الكينج دي 5 بيهدد بلعب الملك إلى جناح الوزير ثم مهاجمة الحصان، وفي نفس الوقت بيهاجم البيدق وبيخرج الأبيض فائزا ماديا، أو ربما يلعب الحصان إلى المربع E5 طالب البيدق جي 6 والملك الأسود لا يستطيع الدفاع عنه من أي من المربعات، والأبيض هيفوز ببيدق ببساطة وهيفوز بالدور. إذن في حالة القطعة الصغيرة وخاصة الحصان بيكون الحصان المهاجم أقوى كثيرا من الحصان المدافع زي ما كانت في حالة الرخ، والسلاح الأقوى في يد المهاجم هو إصابة المدافع بحالة زوجزفانج، مستغلا إن الحصان مدافع ضعيف لأنه بيغير لون المربع في كل نقلة، ولذلك لا يستطيع الدفاع عن نفس النقطة مرتين في نقلتين متتاليتين. أيضا تعال نشوف هذا المثال الثاني اللي بيناقش الموقع الشرس للقطع الصغيرة بالنسبة للصراع بين الأفيال اللي بيتحركوا على نفس اللون من المربعات، فاللعب ربما بيكون أكثر تعقيدا وبيعتمد الفوز على مقدرة الفيل المهاجم على تغيير اتجاهاته اللي لن يستطيع أن يواكبها الفيل المدافع. وفي الموقف اللي أمامنا الأبيض لديه بيدق قريب من مربع الترقية، لكن في حالة وصوله إلى هذا المربع الفيل الأسود بيضحي نفسه وبيتبقى على الرقعة ملك وفيل أمام ملك، وده بيفرض التعادل، ولذلك الفيل الأبيض عاوز ينفذ المرحلة الأولى من خطته وهي طرد الفيل المدافع عن هذا الوتر اللي بيراقب في نهايته المربع B8. وطريقته في الوصول إلى هذا المربع سهلة، وهي الوصول إلى المربع H4 مثلا، ومنه إلى المربع F2 ثم إلى المربع A7 ثم إلى المربع B8 وطرد الفيل كمرحلة أولى ثم ترقية البيدق في المرحلة الثانية. ولكن الأبيض بيصطدم بمعوقات مع الملك الأسود، لأنه لو لعب بيشوب H4 الملك الأسود هيلعب كينج B5 وبعد بيشوب F2، وفي طريقه للمربع A7 الملك الأسود بيحبط خططه بكينج A6 وبيمنع الفيل من الوصول إلى هذا المربع. ودلوقتي لو الأبيض حاول بطريقة أخرى بالنقلة بيشوب H4 على أساس إن يوصل للمربع D8 ومنه يوصل للمربع C7 ويطرد الفيل، الملك الأسود هيحبط هذه الخطة بالنقلة كينج B6. ودلوقتي لما الأبيض يلعب بيشوب D8 تشيك الأسود هيلعب ببساطة كينج C6 وهيمنع وصول الفيل إلى المربع C7، والأبيض لن يستطيع تطوير موقفه والدور هينتهي بالتعادل، ولذلك الأبيض في الموقف ده مش هيلعب النقلة السيئة بيشوب H4 إنما هيلعب النقلة الرائعة بيشوب C5. والنقلة دي بارعة في إنها بتقيد الملك الأسود، لأنه بالطبع لا يستطيع الذهاب للمربع B6
وكذلك لا يستطيع الذهاب للمربع B5 وطلب الفيل، لأنه في هذه الحالة هيترك مراقبته للمربع A7، ولذلك لابد أن يحرك الفيل، وممكن يتحرك إلى أي من هذه المربعات على طوال الوتر. فإذا مثلا اختار أن يذهب للمربع G3، الأبيض هيستكمل رحلته بالنقلة بيشوب E7، طالب يروح للمربع D8 ومنه للمربع C7، ولذلك الأسود مجبر على لعب الكينج B6، وهنا الأبيض بيلعب بيشوب D8 تشيك، والنقلة الوحيدة للأسود هي كينج C6، لكن هنا بتجي المفاجأة المدوية، والأبيض بيلعب النقلة الرائعة بيشوب H4. بالطبع الأسود ما يقدرش ياخد الفيل، وإلا الأبيض هيرقي ويفوز، وفي نفس الوقت لابد أن يكون على نفس الوتر، وربما يلعب بيشوب H2، وهنا بتبان فائدة هذه النقلة، لأن الأبيض بيلعب ببساطة بيشوب F2، وبيهدد بالوصول للمربع A7 قبل الملك الأسود بيقدر يوصل للمربع A6، وبعد بيشوب F4 بيشوب A7 طالب بيروح للمربع B8، والفيل لابد أن يبقى على نفس الوتر، وبيلعب بيشوب H2، وهنا الأبيض بينجح في الوصول للمربع B8 طالب الفيل، ولابد أن يطرده عن هذا الوتر، والأسود مازال لديه أمل وبيلعب بيشوب G1، لكن هنا الأبيض بيلعب ببساطة بيشوب F4 طالب يرقي، والأسود مضطر إن يلعب بيشوب A7 عشان يمنع الترقية، لكن هنا الأبيض بيضرب ضربته الأخيرة ببيشوب E3 طالب الفيل وبيطرده من الوتر الآخر، وهنا لابد للأسود من التسليم، لأن الأبيض في كل التفريعات هينجح في ترقية البيضة والفوز. وبالطبع لابد أننا نكون عارفين هذه المناورة جيدا من قبل، لأننا بالطبع لا يمكن أن نصل إليها على الرقعة، لكن منذ الآن أنت مؤهل للفوز لو صادفتك في مبارياتك مثل هذه النهاية. وبكده نكون انتهينا من مناقشة العنصر الثاني، وهو الموقع الشرس للرخ وباقي القطع الصغيرة، وإلى اللقاء في الفيديو القادم اللي هنستكمل فيه مناقشة باقي العناصر. وإذا أعجبك محتوى هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.